أكد وزير الخارجية السعودية عادل الشبير أن اجتماعه مع نظيره الأمريكي تيلرسون في هامبورغ سوف يبحث أزمة قطر والتدخلات الإيرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب بالإضافة للعلاقات الثنائية. وأشار الشبير إلى وجود إجماع واضح بين قادة مجموعة العشرين على مكافحة الإرهاب، كما شدد على ضرورة أن لا يسمح لأي دولة بدعم الإرهاب. في سياق آخر أكد وزير الخارجية السعودي أن لقاء القاهرة الذي جمع كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين كان يهدف لبحث خطوات إضافية قد تتخذها الدول الأربعة في الوقت المناسب بعد دراستها للرد القطري على المطالب 13.